سياستوك هاي فاي مرحبا بكم من هوشوك ترى هيروز سكوير ولا بلاس دي ايغو ساحة الأبطال المحطة القادمة المرجو الاستعداد ان شاء الله تكون هي المحطة القادمة بالنسبة لكم. اليوم غادي نهضر على واحد المنحة اللي كنسميها أنا يا منحة ديال الفقراء، منحة ديال الناس اللي عندهم واحد الحلم واحد النهار انهم يمشيوا لبرا، يمشيوا يكملوا قرايتهم خارج المغرب، ولكن الامكانيات ضعيفه، اضافه الى ذلك ما عندهمش سجل، ما عندهمش واحد السيفي مزيان، بمعنى ما عندهمش نقاط مزيانين، مستوى ديالهم كان متوسط حتى في اللغه، كذلك مستوى متوسط في اللغه، وبالتالي فاليوم انا جبت لك الحل بين يديك. هاد المنحه هذه سهله وما عرفناش الناس بزاف، حتى لو ولات كتعرف هي غير مؤخرا ولا الناس يعرفوا اكثر، الا كانوا اصحابك مسك عليهم الله وقدروا انهم شحال هذه يمشوا لفرنسا ولا يمشوا لالمانيا وبلوكوا في البنكه واحد المبلغ محدد، فانت ان شاء الله ما غادي تحتاج حتى شي حاجه من هذا الشيء، واللي غادي تحتاج شنو هو فلوس الطياره في الاخير باش تجي ان شاء الله. فهذه منحه غادي نهنيوك حتى من المصاريف باش تسجل في الجامعه وتعاونوك بواحد الراتب شهري ان شاء الله. ما غاديش نقول لك واحد السالير واعر اللي غادي نعطيك، ولكن على الاقل بالمقارنه مع دول وحده اخرين اللي كيطلبوا لك واحد السجل كبير وتطلبوا لك واحد النقاط بزاف في الكارير ديالك، يعني خصك تكون جامع النقاط مزيان وتكون خادم على راسك ديال بصح. فانت اليوم الا كنتي متوسط وفقير وما عندكش، فيمكن لك ان شاء الله تستفد من هذه المنحه. هذه المنحه سميتها المنحه المجريه وديالها بوكس ديال هونغري، والحمد لله فالمغرب كيتمنح ليه اليوم عدد ديال المنح الكبير. قبل كان تقريبا في 100 منحه، فاليوم تقريبا 165 منحه اللي متقسمه على ثلاثه ديال الاسلاك، سلك الاجازه وسلك الماستر وسلك الدكتوراه. وبالتالي الا كنتي انت بغيتي تجي ان شاء الله باش تقرا الاجازه ولا تقرا الماستر ولا تقرا الدكتوراه، ولا بغيتي دير حتى تدريب يعني طون بارسيال يعني بروغرام ديال ليشونج، فحتى هو متاح في هنغاريا. ما غاديش نهضر لك على السلبيات والايجابيات ديال الدوله بقدر ما غادي نقول لك بانها فهي دوله كتنتمي للاتحاد الاوروبي، ولا جيتي لهنا غادي تولي عندك اقامه ديال الطالب اللي كتمكنك انك تسافر في اوروبا كامله، وغادي يولي عندك احتكاك مع طلبه من لانترناسيونال ماشي غير من المغرب، يعني من اسيا من اوروبا من دول اللي عمرك ما سمعتيهم كاع. بالنسبه لهذه المنحه فهي كتلونسا تقريبا في شهر 11 شهر 12 هي غادي كتنزل. انا غادي نوصيك ان شاء الله ابتداء من شهر 10 في النص ولا شهر 11 تبدا تدخل الموقع ديال mabourse.ma، وغادي تبقى مره تشوف نهار تلونسا غادي دير الكونديداتور ديالك وتصيفط ليهم. شنو غادي تحتاج؟ شنو هما الوثائق اللي تقدر تبدا فيهم من دابا؟ انت كتجمع فيهم من دابا. غادي نوصيك بجوج الحوايج، غادي تحاول تخدم على الانجليزيه ديالك لونغلي، ما غاديش نقول لك خاصك تجيب واحد المستوى كبير جدا، وانما حاليا يعني كاين بزاف ديال التسهيلات تقدر دابا انت توجد لونغلي ديالك غير باش تدوز امتحان، حيت اثناء الامتحان ان شاء الله غادي يقدر يكون عندك امتحان كتابي وامتحان شفوي، ولا يقدر يكون عندك غير واحد فيهم من هاد الجوج، ولهذا فخدم على لونغلي ديالك غير باش تدوز الامتحان ان شاء الله. وراه كاينين الناس هنايا من المغرب ومن دول وحدين اخرين للانجليزيه ديالهم متواضعه جدا، ولافونتاج ديال هاد المنحه كذلك اللي هو ما غاديش يطلبوا منك انك تحط لهم شهاده اللغه في البلاتفورم اللي غادي تسجل فيها ان شاء الله، يعني من الاول تقدر تحطها حتى شهر 8 من العام الجاي، حتى الاول شهر 8 من العام الجاي. وكاينين الناس اللي احتاجوا هنايا وتيقراو وبداو يقراو عاد دوز الامتحان ديال الايلتس ولا الطوفل هنايا عاد حطوه. ايوا شنو بغيتي اكثر من هذا الشيء؟ حتى الا كانت لونغلي ديالك على قد الحال فراه يمكن لك حتى انت تقدم على المنحه من هذا العام ان شاء الله. حاجه ثانيه غادي تحتاج انك دير ترجمه ديال الوثائق ديالك الى اللغه الانجليزيه، وغادي نوريك واحد الطريقه زوينه ان شاء الله اللي ما غاديش تخسر فيها الفلوس، ما غادي تمشي لا عند محلف لا حتى شي حاجه. شنو غادي دير؟ غادي تحاول تشد الدبلومات ديالك وجميع الوثائق اللي عندك وغادي تترجمهم للانجليزيه بنفسك نتايا، يعني راه طريقه سهله ماشي شي حاجه صعيبه، وغادي ديهم لمن الا كنتي غادي تدفع الاجازه ان شاء الله وترجمتي الوثائق ديال المستوى الثانوي، فغادي ديهم فقط للمدير ديال المؤسسه ولا الحارس العام،
وهو غادي يدير لك الكاش ديال المؤسسه ديالو. ولكن انت كتقرا في لافاك وغادي تدفع ان شاء الله بالاجازه مثلا باش تجي لهنا وتقرا الماستر ولا الدكتوراه، فغادي تمشي بطبيعه الحال غادي تمشي للكليه او المؤسسه اللي قريتي فيها، كانت مدرسه او لافاك ولا اي شيء، غادي ديهم فيس دويان ديالك ولا الضويه وغادي يدير لك فيهم الكاش. من بعد ما غادي تحقق بان ما هو مترجم فكيتوافق مع ما هو اصلي، وغادي يدير لك الكاش وغادي تكون ان شاء الله بخير وغادي تترجمهم وبلا ريال. فوالا دونك فرصه كبيره بالنسبه للطلبه اللي بغاو يكملوا قرايتهم خارج المغرب وبهذه المنحه، وهي فرصه لا تعوض. واضافه الى ذلك فهاد الدوله فهي قنطره غادي تساعدك باش انك تدخل لوغو الا كان الحل ديالك من شحال هادي. مازال غادي نهضر لكم على هذا الموضوع ان شاء الله في فيديوهات قادمه، وغادي نهضر لكم بالتفاصيل شويه وشنو يمكن لكم ديروه، وما عليكم الا توكلوا على الله وربي ما غاديش يخيبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.